Hello my dear students، طلاب حلوين عاملين ايه اخباركم؟ دلوقتي هنتكلم دلوقتي هنراجع على unit 4 tourism السياحة. طيب let's start. ال words بتاعت ال unit دي معنى كلمة tourism معنى tourist اللي هو السائح، culture ثقافة، souvenir الهدايا التذكارية دي هدايا بشتريها من مكان علشان افتكره، benefit اللي هي الفايدة، disease مرض، habitat اللي هي المسكن او المكان اللي بنعيش فيه يعني الكائنات الحية او النباتات او الحيوانات، employment اللي هي العمالة اللي هي الشغل يعني العمال، species اللي هي انواع، company يعني شركة، معنى كلمة graze يعني يرعى الماشية اللي هو يأكل الحيوانات يعني يرعاها اللي هم الفارمرز الفلاحين، improve يعني يحسن، provide يعني يزود حاجة يعني يدعمها، باك اللي هو يحزم دايما بتيجي مع كلمة سوت كيز اللي هي الشنط او اللي هي باجز الشنط، تمام. فاسينيتنج يعني حاجة رائعة جميلة ايكوال فانتاستيك، سبريد يعني ينشر، افكت يعني يؤثر في حاجة، تمام. والناون منها افكت بالاي، اندينجرد يعني حاجة معرضة للخطر، سويج اللي هي الويست مية المجاري يعني. طيب حبة لانجوج نوتس هيساعدونا جدا في الحل. tourist attraction اماكن الجذب للسياح، اماكن بيحب يروحها السياح يعني. عندي كلمة poor sight تمام يعني نظر ضعيف، modern culture اللي هي الثقافة الحديثة، buy souvenir يعني يشتري هدية تذكارية، bring gifts يعني يحضر الهدايا يجيب معاه هدية لحد يعني، bring benefits to the town يعني تجيب فوائد للمدينة، اللي بيجيب فوائد للمدن tourism السياحة، the first symptom of the disease يعني أول أعراض المرض، harbor اللي هو الميناء بتاع السفن بتبقى فيه الشيبس، و equal كلمة port الاتنين معناهم ميناء اللي بتبقى فيه الشيبس السفن، a series of wildlife program يعني برنامج عن الكائنات البرية والحيوانات البرية، natural habitat اللي هو المواطن الطبيعية اللي بتعيش فيها الحيوانات، end up as letter يعني بينتهي يعني في الاخر بيترمي في الزبالة، الحاجة دي بتترمي في الزبالة يعني في النهاية، local population اللي هو السكان المحليين السكان اللي بيعيشوا في المنطقة دي، fascinating glimpse اللي هي لمحة مذهلة، was deeply affected by يعني تأثرت بشدة، popular with يعني مشهور ب، provide throughout يعني الحاجة دي متوفرة في جميع أنحاء، throughout the world يبقى through جميع أنحاء العالم، the best way to improve أفضل طريقة لتحسين، dump sewage أو dump rubbish يعني يفرغ المياه الصرف الصحي أو الزبالة، تمام. بيبقى فيه الفاكتوريز اللي هي المصانع بتعمل dump للسويج والرابش في الريفرز في الأنهار، the fire spread يعني انتشر الحريق يعني الحريق انتشر وتوسع كبر يعني، make her own clothes يعني تعمل ملابسها بنفسها تعمل هدومها بنفسها، pandas don't breed يعني الباندا لا تتكاثر يعني ما بتخلفش، تمام. conditions of employment يعني ظروف التوظيف يعني شروط التوظيف الشروط عشان تشتغل في المكان ده، reason for pollution سبب التلوث، طبعا في اسباب كتير للتلوث، attract more industry يعني يجذب المزيد من الصناعة يعني يجيب صناعة اكتر، endangered species انواع مهددة بالانقراض زي الحيوانات زي الباندا مهدد بالانقراض، responses to advertisement يعني ردود على الاعلانات، حد عمل اعلان عايز يعرف الردود بتاعته الناس تجاوبت مع الاعلان ده وحبته وبتشتري المنتج ده ولا لا، graze animals يعني يرعى الحيوانات اللي هو يأكلها ويعتني بيها. عندنا كلمة affect دي verb تمام معناها يؤثر، تمام. وإفكت اللي هو التأثير نفسه يعني افكت دي الفيرب معناها يؤثر في حاجة، وإفكت اللي هو التأثير يعني اقول لك مثلا ايه التوريزم السياحة افكتس بتأثر مثلا ايه ذا انفايرمنت بتأثر على البيئة، تمام. لكن إفكت دوت التأثير ذا إفكت اوف ذا ميديسين تأثير الدواء. طيب the egg hatched يعني البيضة فقست تطلع مثلا الكتكوت منها، wildlife الحيوانات البرية، abroad خارج البلاد، room
يعني مكان او حيز. طبعا احنا عارفين ان معناها اوضه أو غرفه، لكن برضو ممكن تيجي بمعنى سبيس، مكان فاضي يعني. advantages اللي هي advantage اللي هي الميزه، disadvantage عكسها اللي هو كلمه عيب. confused مرتبك. number fall تنخفض الارقام، يعني الارقام بتاعتها بتقل، الحاجه دي بتقل. protect يعني يحمي حاجه. طب يلا let's answer the questions. underline the correct words in brackets. question number one: شرم الشيخ is one of Egypt's major tourist attraction. tourist attraction اللي هي اماكن الجذب السياحي، الاماكن اللي بيحب يروحها السياح. if your space is poor you should not drive a car. لو انت عندك ايه ضعيف ما ينفعش تسوق عربيه. sight is poor يعني نظرك ضعيف. She's studying modern Japanese language. هي بتدرس اللغة اليابانية الحديثة. هتدرس اللغة اليابانية وإيه تاني تبع اليابان؟ culture. culture الثقافة بتاعتهم، هي الحضارة بتاعتهم. He bought a model of a red London bus as a اشترى نموذج، يعني حاجة لعبة كده صغيرة للندن بس، دوت حاجة يعني من المعالم السياحية عندهم هناك في لندن. دوت بيبقى ايه؟ سوفينير، هدية تذكارية عشان يتذكر زيارته لندن. question اللي بعده question number 5. the guests all arrived bringing. الضيوف بيجيبوا معاهم ايه وهم جايين؟ gifts. gifts يعني هدايا. طب ينفع يجيبوا سوفينيرز؟ لا، السوفينيرز دي حاجة بجيبها وانا يعني بزور مكان، حاجة عشان افتكر المكان ده، لكن انا وبزور حد بجيب معايا ايه؟ gift هدية. the discovery of oil brought many اكتشاف البترول. اويل هنا معناها البترول. اكتشاف البترول ده هيعمل ايه في التاون؟ هيجيب ايه للتاون؟ هيجيب لها benefits. benefits اللي هي ايه؟ فوائد كتيرة. the first symptom of the space is a very high temperature. اول اعراض الايه؟ درجة الحرارة العالية. high temperature درجة حرارة عالية، ديت اعراض الايه؟ disease. disease هنا معناها ايه؟ مرض. طب الكويشن اللي بعديه in the space the boats hopped. the boats pooped gently up and down on the water. مكان بيبقى فيه boats تمام و water مية. ايه المكان ده؟ الهاربر اللي هو الميناء، اللي هو الميناء بتبقى فيه الشيبس والبوتس المراكب والسفن. question number 9 a new series of space programs. برامج عن ايه؟ مجموعة من البرامج عن حاجة. has started on Monday evenings. ابتدت يوم الاثنين. البرامج دي هتكون عن ايه؟ الوايلد لايف، الحياه البريه اللي هي الكائنات اللي هي الحيوانات يعني. question number 10 with so many areas of woodland being cut down. الاماكن اللي هي الغابات بتتقطع تمام. a lot of wildlife الحياه البريه is losing its natural بتفقد الايه؟ الهابيتت بتاعها، الموطن بتاعها يعني كده. الكائنات الحيه الحيوانات البريه بتفقد الموطن بتاعها يعني المكان اللي بتعيش فيه. about 2% of fast food packing ends up as 2% من الباكينج اللي هو التغليف بتاع الاكل اللي هو الاكل اللي احنا بنجيبه من بره زي الشيبسي والحاجات ديت بيترمي فين في الاخر؟ في الليتر، يعني بتاخر في ترمي في الزباله. your contract will set out the terms of conditions. contract العقد بتاعك هو set the terms of conditions هيحط الشروط of your ايه؟ العقد ده دايما مرتبط بالشغل، الشغل او العماله هي كلمه ايه؟ employment التوظيف يعني الشغل بتاعك. car exhaust is the main reason for the city's space اللي هو عوادم السيارات ده بيسبب ايه في السيتي المدينه؟ العربيات بتعمل ايه عموما؟ pollution. pollution اللي هو ايه؟ تلوث. question number 14 the city needs to attract more. المدينه محتاجه تعمل attract more ايه؟ more industry. المفروض تجيب industry صناعه عشان تجيب money للتاون وتجيب فيها jobs وظايف. mountain gorillas are an endangered. الغوريلا بتاعت الغوريلا الجبليه ديت حيوانات endangered ايه؟ endangered species اللي هي فصائل معرضة للانقراض. species اللي هي الفصائل. the leopard is one of the most space species. leopard اللي هو الفهد دوت برضو من الحيوانات الايه؟ endangered. endangered species يعني كائنات معرضة للانقراض.
question اللي بعده responses to our space have been disappointing. الردود على ايه بتاعنا كانت disappointing محبطة على ايه ال advertisement اللي هي الاعلانات. farmers space their animals in the fields. الفلاحين بيعملوا ايه الانيمالز بتاعتهم في الفيلدز الحقل هيعملوا ايه فيها graze لما ايه بيربوها بيأكلوها في الحقل بتاعهم. The only trouble with this cafe is that the space is so slow. كافيه ده هو اللي هو المقهى اللي هو مثلا اللي هو الكافيه اللي احنا بنروح نشرب فيه ونقعد فيه. طب ايه اللي هيبقى وحش فيه؟ ايه اللي هيبقى سلو بطيء فيه؟ السيرفيس الخدمة بتاعته، يعني الناس بتقدم المشروبات والاكل فيه ببطء. He came in with four shopping bags and placed them on the table. هعمل ايه في الشوبينج باكس؟ dumped them يعني put them on the table. انا جايب معنى انا رميهم كده على الترابيزة. Most of the space population depend on fishing for their income. تمام، الدخل بتاعهم معتمد على الفيشنج. مين اللي الدخل بتاعهم معتمد على الفيشنج؟ البوبوليشن اللي هو السكان. انهي سكان اللي بيعتمدوا على الصيد؟ لوكال بوبوليشن، السكان المحليين. سكان المحليين دول ان هم الناس اللي ساكنه في البلد، يعني مثلا اسكندريه، الناس بتوع الاسكندريه بيتم في ناس منهم معتمده على الصيد. الناس بتوع الاسكندريه دول بنقول عليهم ايه؟ لوكال بوبوليشن، المحليين اللي بيسكنوا في المكان دوت. Question number 22. The book offers a space glimpse of the lives of the rich and famous. الكتاب دوت بيعرض ايه؟ Fascinating glimpse يعني لمحات رائعة، يعني لمحات مشوقة. Fascinating يعني حاجة رائعة أو مشوقة. I was deeply spaced by the film. I was deeply affected. طبعا هنا كلمة was الجملة دي باسيف، يجي بعديها past participle، فاخدت كلمة affected. أهم حاجة إن أنا عايز في الجملة دي إيه؟ verb. الverb هنا affect، past participle منه affected. طب في كلمة تاني اسمها effect، اللي هو إيه كلمة effect دي؟ effect اللي هو التأثير ذات نفسه، effect اللي هو إيه؟ التأثير. affected أو affect بيأثر في الحاجة دي. ديت كده الverb، لكن ديت كده النون. طيب 24. The song was space with people from my father's generation. الأغنية دي كانت إيه؟ من عند الناس من جيل بابايا. Father's generation اللي هو الجيل بتاع بابا. الأغنية دي كانت popular. Popular يعني مشهورة. Popular with people يعني كانت مشهورة مع الناس. الناس كانت بتحب الأغنية دي. زي ما في أغنية مثلا تطلع اليومين دول والناس كلها تقولها. تمام؟ Question number 25. All meals are spaced throughout the course. الميلز دي بيحصل لها ايه؟ throughout the course يعني عايز اقول ان هي مجموعة، يعني الوجبة دي بتشمل تمام الحاجات دي كلها، الوجبة يعني الطعام كله. يبقى هنا ايه؟ provided. تمام، يعني الكورس دوت او الخدمة دي بتوفر كل الوجبات، زي ما انا اروح فندق والفندق ده بيوفر لي افطار غدا عشاء. يبقى هنا all meals are provided يعني كل الميلز دي provided متاحة بالنسبة لي، ان الكورس دوت مزود بكل الوجبات. I thought the best way to space my French was to live in France. افضل طريقة ان انا احسن بيها الفرنش بتاعي ان انا اعيش فين؟ في فرنسا. يبقى انا عايز كده احسنه. كلمة يحسن يعني كلمة ايه؟ improve يعني ايه؟ يحسن. question number 27. she makes all her space clothes. بتعمل كل ملابسها. يبقى she makes all her own clothes يعني ملابسها الخاصة، الملابس بتاعتها. many buildings were badly، المباني كتير حصل لها badly ايه؟ during the war في الحرب. المباني حصل لها ايه في الحرب؟ damaged اللي هي اتدمرت. طب ما في كلمة destroy موجودة، ليه ما استخدمتهاش؟ عشان هنا في كلمة where. many buildings were يعني مباني كتير، هيحصل لها ايه المباني؟ لازم بعد where هنا اجيب past participle لان الجملة دي passive، فلازم اجيب بعديها verb past participle في ايه؟ اللي هو ال v3. طيب هنا كلمة destroy لو مكتوبة destroyed تبقى صح، لكن هي مكتوبة destroy بس، فانا هختار كلمة ايه؟ damaged. تمام، اللي هي اتدمرت.
The fire spreads very rapidly because of the strong wind. النار بيحصل لها ايه؟ rapidly يعني بسرعة, quickly بسبب الويند الرياح. بتعمل ايه النار؟ spread يعني انتشرت بسرعة الرياح. Most of the old parts of the city was, معظم الاجزاء المدينة, معظم الاجزاء القديمة من المدينة حصل لها ايه؟ by bombs during the war. bombs اللي هو قنابل. قنابل هتعمل ايه؟ يبقى هنا الاجزاء ديت تحصل ايه؟ destroyed. برضو خلي بالكم الجملة دي برضو في الباسيف, هنا كان في the city was destroyed اللي هي parts بتاعت السيتي دي حصل لها ايه؟ destroyed اللي هي اتدمرت. خلي بالكم كلمة destroy بيساوي كلمة damage, بس انا ليه اخترت هنا destroyed؟ عشان الباسيف, انا عايز بعديها past participle. 31 she pays a small suitcase for the weekend. بنعمل ايه في السوت كيس؟ السوت كيس دي اللي هي الشنط السفر, حقائب السفر. بنعملها ايه؟ باك. باك يعني ايه؟ بعبي الشنط بتاعتي, يحزم الشنط اللي هو بيعبيها, بيحط الهدوم بتاعته والاشياء بتاعته في الشنط بتاعته. 32 some people unfortunately dump space in rivers and canals. الناس بتعمل ايه في rivers وcanals؟ بيعمل pollution, تلوث, بيحط ايه؟ سويج. بالذات الفاكتوريز بتعمل الحركه دي كتير, بيرموا السويج والرابش بتاعتهم في rivers. 33 don't space rubbish in the street. ما نعملش ايه في الرابش في الستريت؟ dump. dump هنا equal through, ترميش الرابش بتاعتك في الستريت في الشارع. my flight arrives at 8 p.m. طبعا احنا واخدين في الفيوتشر لما بكون بتكلم عن تيبل مواعيد, بالذات الطيارات والترينز القطارات والحاجات ديت بستخدم ايه؟ البريزنت سيمبل. بصوا هنا مكتوبه ايه؟ arrives. المهم my flight arrives at 8 p.m. my dad will pick me up from the flight اللي هو رحله جويه, يبقى بابا هيجيبني منين؟ من الايربورت اللي هو المطار. طيب question number 35 we'll be late. احنا هنتأخر, اكون متأخرين. the is so bad. طب يا ترى ايه اللي هيأخرني عن المشوار بتاعي؟ الترافيك اللي هو المرور, حركة المرور كده هتبقى ايه؟ too bad يعني وحشة جدا. 36 we need space to operate machines. الماشينز اللي هي الالات, operate machines اللي هو ايه؟ نشغل الالات. محتاج ايه عشان اشغل اي آلة؟ electricity اللي هي الكهرباء, كهرباء. 37 if pandas don't space they will be endangered. لو الباندا ما عملوش ايه؟ هيبقوا معرضين او مهددين بالخطر. breed اللي هي تتكاثر. 38 the egg space and the young bird came out of it. الايج حصل لها ايه وطلع منها young bird, طائر صغير. hatched اللي هي فقست. 39 they like space they have a lot of pictures of animals and plants. هما عندهم pictures للانيمالز والبلانتس, بيحبوا عندهم pictures للحيوانات والنباتات. تمام, يبقى زي لايك ايه؟ وايلد لايف. وايلد لايف اللي هي الحياه البريه. هاف يو ايفر بين سبيس بيفور. هاف يو ايفر بين ابرود يعني سافرت خارج البلاد قبل كده, سافرت بلد اجنبيه. رد عليه قال له يس اي هاف بين تو فرانس and Italy. يبقى اكيد كان بيتكلم عن السفر خارجا. سوري الاجابه هنا مش كلمه abroad, هي الاجابه كلمه دي abroad. abroad اللي فيها حرف الار. طبعا الجمله دي غلط, هنكنسلها كده. طب الكويشن اللي بعده put the book in the boxes. حط البوكس في البوكسز, حط الكتب في الصناديق. to have enough room. كلمة room هنا معناها ايه؟ space, عشان يبقى عندك space. تمام, to move around, تتحرك فيها. one space of those is that it protects endangered animals. حدائق الحيوانات بتحمي الحيوانات المعرضة للانقراض, يبقى ديت كده حاجة ايه؟ advantage اللي هي ايه؟ ميزة. ميزة من مميزات حديقة الحيوان ان هي بتحمي الحيوانات منين؟ من الانقراض. ruining touristic places تدمير الاماكن السياحية is a space of tourism. دوت حاجة من الحاجات ايه بتاعت السياحة؟ disadvantage اللي هي واحدة من عيوب السياحة,
ان الناس اللي بتزور الاماكن السياحيه بيدمروها عن طريق ان هم بيرموا فيها الزباله، عن طريق ان هم بيصوروا، والتصوير دوت ساعات بيأذي الاماكن السياحيه. زي فلاش سبيس مي اند اي كراشد انتو ذا لوري. تمام، الفلاش عمل ايه فيا؟ خلاني اخبط في اللوري كده، يبقى اكيد عمل لي ايه؟ كونفيوزد. كونفيوزد مي يعني اربكني، يعني مخلاني مش متوازن. هانترز كيل ليبردز، اللي هو الهانترز الصيادين بيقتلوا الليبردز اللي هم الفهود. ذاتس واي زير نمبرز، ده بيخلي النمبرز بتاعتهم ايه؟ فول. يعني ايه نمبرز فول؟ يعني الارقام بتاعتهم بتقل. ذا لاين سبيس هيز كابس فروم دينجر، كابس اللي هو البيبي لاينز، اللاينز الصغيره. طب اللاين بيعمل ايه للبيبيز بتوعه؟ بروتكتس، بيحميهم. اخر كويستشن معانا، توريزم سبيس وايلد لايف بادلي، التوريزم بتعمل ايه في الوايلد لايف؟ افكتد، بتاثر على الوايلد لايف. وكده حبايبي خلصنا اليونت ديت. تمام، ذاكروها كويس. شكرا ليكم، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.